الدربوي، هل هي ظاهرة أو هواية أو سلوك أو تمرد؟ أين يرون أنفسهم في المجتمع؟ وهل يجدون قبولاً وتعاطفاً؟ وصحيح ما يقال بأنهم خطر صامت؟ أسئلة كثيرة يجيب عليها الدربوي. يقول الصيني بلا حب بلا حنان، وترد غلباوية سأفعل ما يحلو لي بطناخة تامة، أي بمزاج عال. الصيني لقب لدرباوي، وغلباوية مركبة درباوي يمارس بها جنونه، شعار ومسمى لا يستطيع الدرباوي أن يفرض زعامته إلا بهما، وعليه أن يثبت جدارته بتفجير الإطارات أثناء ممارسته لهوايته المفضلة التفحيط. وكلما كان بارعا سيجد من الجمهور الدعم والمساندة، والأهم إطارات بديلة ليفجرها ليشبع شغفهم بالإثارة، وسط تأكيد منهم بأن ما يقومون به عبارة عن هواية وتمضية فراغ. دربوي هي هواية وليست ظاهرة زي ما يعرفها الناس، وأساسها الفراغ، ما في حل مشاكل الترفيه الشباب. بداية الدربوية في المنطقة الشرقية، وخلال عامين انتشرت في بقية المناطق، واشتق مصطلح درباوي أو درباوية من منتدى درب الخطر الذي ينشر صورهم ومعلومات عن أماكن تجمعاتهم. وخلال فترة قصيرة أصبح للدرباوية تنظيم وقانون وأعراف، لو كسر إحداها ربما يحدث بينهم شجار وقد يصل إلى إطلاق نار. المفروض يفتحون للدربوية ساحات تخف المشاكل ويقل سرق السيارات، واللي يفحطون أغلبهم عاطلين ما عندهم وظائف. الدربوية شباب أرادوا أن يثبتوا أنفسهم عبر زئير السيارات وتمزيق الإطارات، وعلى طريقتهم الخاصة باللباس والحرية التي يفضلونها. لكن هل وجدوا تعاطفا من المجتمع وقبولا لهوايتهم؟ في شباب يدعون أنهم دربوية ويشوفون سمعتنا بإطلاق النار أو اعتداء الجمهور، وأنا أرجو وأتمنى يفرون لنا ساحات وأماكن في الرياض. ورغم أن المجتمع ينفر من الدربوية، إلا أنها تجد انتشارا وقبولا بين أوساط الشباب، لأنها المتنفس الوحيد للتعبير عن انفعالاتهم وتفريغ طاقاتهم في ظل جفاف المناشط الترفيهية والثقافية التي تستحوذ اهتمامهم. محمد العيدان، العربية، الرياض.